بجد ان هو ياخد نفس المكان اللي متاخده في دول العالم كتير قوي. يعني احنا يعني نشكر ربنا وصلنا لدرجه مش قليله، لكن لسه ما وصلناش للمكان اللي وصل ليها البحث العلمي في دول العالم متقدمه. لا هو الحمد لله يعني الشغل كان بتاعنا كان قائم بناء على مشاريع هي اللي كانت بتتكفل بالبحث العلمي. هو الموضوع كله كان مجهود وافكار وتعب شخصي، لكن مش المجهودات الماديه كان بتقدمها لنا احدى المشروعات. يعني في جزء منه اتطبق في احد شركات الاخشاب في الصعيد، ولجزء تاني لسه ما لم يتم تطبيقه. العوامل ان هو يبقى منتشر في الميديا، يعني لما تيجي تقول واحد انت شغال فين يقول لك المركز القومي بيحصل له، انت بتعمل ايه هناك؟ يعني ايه دورك؟ بتعمل ايه؟ ليه الناس يبقى عندها ثقافه ان المركز ده هو اللي بيقدم خدمات ممكن تكون مش ظاهره على المستوى الميديا او على المستوى المادي الملموس، لكن هي الاساس لاي حاجه بتطلع.